خلينا يعني واحنا بنتكلم عن كل ما قدمته ايضا مصر، مصر دايما كانت الداعم الاول والاهم في القضيه الفلسطينيه، وطبعا مصر يعني تهتم اكثر بحقوق الشعب الفلسطيني، جهود كبيره جدا قدمتها مصر بدايه من الضغط اللي مارسته على كل الاطراف للسماح بدخول المساعدات، كلنا تابعنا الحقيقه كانت معركه معبر رفح، معركه سياسيه ادارتها مصر باقتدار، وكان يهمها في الشان الاول دخول المساعدات الى قطاع غزه، وكان هذا ايضا مرورا بقمه القاهره التي كانت اول قمه تعقد طبعا اول قمه تعقد حتى يكون هناك يعني مجرد الحديث والكلمات وايضا تفجير الموقف الذي كان موجود والعدوان الاسرائيلي على غزه. كل الادوات الدبلوماسيه سواء الرسميه او الشعبيه استخدمتها مصر لدعم الشعب الفلسطيني. ومصر كانت وما زالت الحقيقة تقدم كل هذه المساعدات حتى اللحظة لأهالي غزة. مصر كانت الحقيقة كمان أكتر يعني من أكتر الدول اللي جهزت قطار دعم المساعدات، وحضراتكم تابعتوا هذا القطار دعم المساعدات اللي كان موجود أمام معبر رفح واللي قعد أكثر من أسبوع، واعتصموا حتى المصريين أمام المعبر حتى تدخل المساعدات إلى قطاع غزة. مصر أيضا تهتم بتغيير المسار، يعني تريد أنه المسار العالمي يكون أكثر دقة وأنه يبقى كمان منحاز للقضية الفلسطينية بدل ما أنه منحاز انحياز تام إلى العدو الإسرائيلي. وضحت مصر أيضا الكثير من الأمور أمام حكومات العالم حتى تضعها تحت مسؤوليتها. كمان المفروض من المنطلق أيضا أنه زي ما احنا عارفين وزراء الخارجية العرب اليوم في اجتماع لإعداد وتحضير للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والمقرر أيضا عقد هذه القمة السبت المقبل في الرياض بناء على طلب فلسطين والسعودية ووفق بيان جامعة الدول العربية. تعالوا مزيد من التفاصيل نتعرف أيضا على مجريات الأمور. دكتور حامد فارس خبير الشؤون الدولية، مساء الخير دكتور حامد. أهلا بك أستاذ شفي وأهلا بمشاهديك الكرام. يعني سؤالي الأول لحضرتك مباشرة، هل ستخرج قمة الرياض يعني مخرجات يعني تنقذ قطاع غزة؟ طبعا يعني هذه القمة هي قمة استثنائية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، نتيجة أن هذه الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية هي الأشد والأخطر في تاريخ المواجهات والتداعيات بتاعها على المنطقة العربية. في حالة استمرار العدوان الإسرائيلي ستكون كارثية، لأن من الممكن جدا أن استمر يعني مخططات محاولة القفز على قطاع غزة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية من جذورها، هذا سيؤدي بما لا يدع مجال للشك الى اتساع دائره الصراع والتحول الى حرب اقليميه، وبالتالي لابد ان تخرج هذه القمه بمخرجات اكثر قوه واكثر حزم في اتجاه دوله الاحتلال الاسرائيلي، وهناك الكثير من الادوات التي من الممكن ان تضغط على اسرائيل وتضغط ايضا على الولايات المتحده الامريكيه باعتبارها الراعي الاول للاحتلال الاسرائيلي ودوله الاحتلال الاسرائيلي. اولى هذه الخطوات يعني احنا بنتحدث عن يعني ايقاف قطار التطبيع مع الكثير من الدول، لان كان في رؤى امريكيه لضروره احلال السلام في المنطقه بشكل عام وايجاد فرص حقيقيه بين الطرفين، وده لن يحدث الا اذا توقفت اسرائيل عن سياستها احاديه الجانب التي تسعى من خلالها لتقويض فرص السلام وعدم تنفيذ مبدا حل الدولتين. النقطه الاخرى احنا بنتحدث عن وجود استثمارات عربيه كبيره جدا سواء لدى اوروبا او الولايات المتحده الامريكيه، تقدر هذه الاستثمارات بحوالي 2 تريليون دولار، يعني بنتحدث في 2000 مليار دولار، وده رقم كبير جدا من الممكن التلويح به تحت الاستثمارات العربيه من الخارج، لان دي نقطه كبيره ومؤثره جدا في ظل ان احنا نعلم علم اليقين ان اوروبا بتعاني معاناه شديده جدا بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه. اكيد النقاط الاخرى الاكثر اهميه ان اتساع دائره الصراع يجعل الامور خطيره، وبالتالي لابد من الضغط على الولايات المتحده الامريكيه وايصال رساله مهمه انها ستفقد ايضا حلفاء استراتيجيين لها في المنطقه العربيه، وهي اكثر من 22 دوله
سواء في الشرق الاوسط او المنطقه العربيه، وده يؤثر بشكل كبير في ظل الصراع المحموم الدولي اللي موجود ما بين الولايات المتحده الامريكيه وروسيا والصين. وبالتالي ارى ان هذه القمه لابد ان تخرج بموقف قوي عربي موحد، لان اسرائيل ترغب بشكل كبير جدا ليس فقط الاراضي الفلسطينيه، ولكن حلم اسرائيل الكبرى اللي تم الاشاره اليه في اكثر من موقع بالحصول على يعني سيناء المصريه وجزء من السعوديه بالاضافه الى العراق وسوريا وجزء من الاردن، وده موضوع كبير جدا يصول الحديث عنه. وبالتالي أكيد. اصبحت القوى العربيه لابد ان تتحد وتتماسك وتظهر ان هناك باس كبير جدا نتيجة أن الخطورة كبيرة جدا على كل الأطراف في المنطقة العربية. أكيد. أتمنى دكتور حامد، وإن كانت هذه القمة متأخرة عربيا ويرى المواطن العربي أن هناك تأخر، ولكن نتمنى أن يكون هناك أيضا زي ما حضرتك ذكرت مخرجات تفيد أهالينا في غزة، ويكون في على الأقل حتى هدنة أو وقف الإطلاق النار. طب خليني أسأل حضرتك تساؤل، يعني لاحظنا بأنه البيت الأبيض أعلن أن هناك هدنة إنسانية، ولكن في نفس التوقيت رفضت إسرائيل هذه الهدنة وتحججت بيتم إذا تم الإفراج عن المحتجزين. كيف ترى يعني الروتين، يعني دائما حتى وإن كانت أمريكا تطالب بشيء، ولكن التعنت الإسرائيلي على طول في اتجاه واحد؟ يعني أرى أن الموقف الأمريكي المتخاذل هو ما جعل الإدارة الأمريكية ترتهن بشكل واضح للقرارات الإسرائيلية، وده ظهر بشكل كبير جدا من أكثر في أكثر من قرار. أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال وزير خارجيتها والمسؤولين الأمريكيين أكدوا مرارا وتكرارا على ضرورة إيجاد يعني هدنة إنسانية، وآخر هذه الهدن التي تم الإعلان عنها اليوم بأربع ساعات هدن. ولكن حتى هذه الهدنة التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية لا تخدم القضية الفلسطينية، ولكن تخدم دولة الاحتلال الإسرائيلي. تمام. لأن هذه الهدنة الممتدة لأربع ساعات فقط هي موجودة في شمال غزة فقط وليس في كامل قطاع غزة. تمام. وبالتالي تسعى إسرائيل من خلال هذه الهدنة إذا تم تنفيذها على الواقع لتهجير الكثير من السكان من شمال قطاع غزة. احنا بنتحدث عن أنه تم تهجير 800 ألف من أصل 1.2 متبقية من حوالي من 350 ل 400 ألف مواطن في شمال قطاع غزة. وبالتالي هذه الهدنة تسعى من خلالها إسرائيل لتهجير باقي سكان القطاع إلى الجنوب، وهذا يخدم مخططها إذا أرادت أولا تخليص مساحة قطاع غزة، من ناحية أخرى تخدم مخططها بتفريغ شمال قطاع غزة من السكان، وده يؤدي إلى أنها لا تتعرض لخسائر مع المقاومة الفلسطينية. ولكن في ظني وتقديري أن الأمور الآن يعني أصبحت سمعة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الملف تحديدا على المحك، باعتبارها أنها لابد أن لا تسمح بقتل الكثير من الأطفال والمدنيين والنساء. إحنا بنتحدث عن 4500 طفل وأكثر من 2500 سيدة. صحيح. من أصل 11000 شهيد، وده رقم كبير جدا لم يحدث في هو خلينا نقول في الحقيقة دكتور حامد بأنه تتشارك أمريكا في كل ما نراه الحقيقة، يعني هي فاعل في هذه الحرب فاعل أساسي. أشكرك شكرا جزيلا دكتور حامد فارس خبير الشؤون الدولية.